أدرك نزيم صاحب المؤسسة الناشئة أن البعد السياحي يعد نافذة اقتصادية وبعث لقيم الحركة السياحية المبنية على الشراكة والاستثمار، فوجد في الصالون الدولي للسياحة بقسنطينة المناخ الملائم لإبراز مشروعه. سيسرا ان بارك اكواتيك ان سونتر دو ديتونت. هذا المشروع بربي ان شاء الله يكون ديورابل باش ما نستهلكوش بزاف لي زينرجي. رايحين ما نحطوا دي بانو سولير ودي تكنيك جدد. يكون ثاني كاين ان تري سيليكتيف يعني بارابور لي ديشي تاع المشروع. وهذاك جو بونس سي ان بال الجيري، لازمنا تسمى كوم مؤسسه ناشئه وحنا دي جون وهذاك لازم نجيبو ان بلوس. فالموعد اليوم مناسب ل 78 متعامل من داخل الوطن وخارجه، حيث سيفتح الصالون فرصا لطرح عروضهم وتبادل الخبرات واستحداث مناطق سياحيه فريده من نوعها لاستقطاب السياح. قدرنا نديروا بلاتفورم هذه فيها المنتوج السياحي. قدرنا بهذا المنتوج قدرنا نديروا شراكه جزائريه سعوديه. سوف ننظم زيارة إلى السنغال ونعرض من خلالها ما تزخر به من أماكن سياحية، ومن خلال ذلك تكون هناك شراكة. سوف نعلن يعني الجزائر سوف تكون المقصد يعني السياحي لمواطنين سينيين. تشجيع السياحة البينية بين الدول العربية والجزائر والدول العربية. تثمين المؤهلات والمقومات السياحية، وهذا من خلال دعمها بالاتفاقيات والشراكات المبرمة بين دول شقيقة وصديقة، ما سيسمح بترقية وتسويق المقصد السياحي الجزائري.